اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل الصوت على تطبيق ويبلي. نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الأنو، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إشعارات الرسائل الجديدة، بعدها سوف نقوم بالضغط على تفعيل الصوت. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل الصوت. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.